احمد عبد القادر ما زال بحاجه كثيره لاكتساب خبرات اللعب بقميص النادي الاهلي. لسه الموضوع يعني موضوع مش سهل بكل امان. احمد قادر امبارح في وجهه نظري دايما ما بيظهرش في المباريات اللي فيها ضغوط جماهيريه، هو ما بيستحملهاش. في لعيبه يا محمد خلي بالك الضغوطات الجماهيريه بتديها دفعه، في لعيبه بتبقى ما عندهاش ثبات انفعالي وبيبدا تحكمه في انفعالاته وتصرفاته ما بتبقاش يعني مش محسوبه، لا مش ملك ايده. امبارح احمد عبد القادر فقد الكوره اكثر من 20 مره، هبتكلم امبارح في اكثر من 14 ميس باس. فارقام الارقام السلبيه امبارح في المباراه كانت واضحه جدا 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 جدا، ان اي حد قاعد بيتفرج بره على الماتش يا محمد هيقول ان اول تغييره مارسيل كولر هيعملها احمد عبد القادر. رؤوف خليف يعني عمال يتوقع يقول لك اول تغييره احمد عبد القادر. كل الناس احنا قاعدين بنتفرج على الماتش، يعني تيم يلا كوره قاعدين بنتفرج على الماتش، كل الناس قاعده بتقول اول تغييره واضحه جدا 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 هتكون احمد عبد القادر. مستحيل احمد قادر نفسه، انا بقول اهو مستحيل احمد عبد القادر نفسه ما يبقاش عارف جوه قراره نفسه ان هو يبقى اول تغيير. انت شايف الاداء عامل ازاي؟ انا هو ابدا يعني ابدا امتعاضه وزعله وغضبه، ما هي دي بقى الخبره اللي دي بقى الخبره عايزين نتكلم عليها. احنا مش عايزين نقصه رغم ان ربما يعني دلوقتي الهيستوري مش لطيف، مش كبير، مش لا والهيستوري كمان في الحته دي مش لطيف. احنا بنزعل كتير في الحته لما بتحصل موضوع التغيير ده، قلبان الوش بيبقى بيحصل كتير. فاحنا عايزين نقول ايه؟ لا احنا عايزين نقول احنا لسه صغيرين وتاني اهو معلش اهو تاني نحط معلش ماشي احنا لسه صغيرين احنا في مصر معلش هي احنا مجتمعنا كده الخبره بتيجي بعد الخبره لا ممكن معلش والله بجد احنا الخبره في مصر لعيب الكوره بعد 27 سنه كل ما احنا ده الديفولت بتاعنا. حتى حراسه المرمى في مصر كان دايما كده في مقوله يقول لك حارس المرمى في مصر ما بيبقاش حارس قوي الا لما بعد 28 سنه او 30 سنه 30 سنه صح، هي لان انت عندك مساحه كحارس مرمى تكمل لغايه 40 سنه. فتره التالق الحضري بالمناسبه فعلا ما ظهرتش الا بعد ما تم ال 32 من 32 لغايه لما اعتزل. احنا ده هي دي اللعبه بتاعتنا. احنا المجتمع القاري في مصر دي المبادئ بتاعته. فتاني احنا هنقول احمد عبد القادر فعلا محتاج واحد ما بقاش في اي رياكشنات، ما بقاش في اي تراشقات واي تعبيرات على السوشيال ميديا، تتحمل النقد وتسمع الكلام وتسكت بكل امانه. هو دي الكوره في اي حته في العالم بقى، هنا انا اسف مش في مصر بس، في اي حته في العالم طالما في انتقاد بقى تستحمله، ونحاول قد ما نقدر نتعلم من المواقف اللي احنا بمر بيها. ان احنا ما ينفعش يعني نشد مع المدير الفني، وبصراحه بحيي جدا 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 مارسيل كولر على تعامله العقلاني واجابته للسؤال في المؤتمر الصحفي ما يخص عبد القادر، ان هو قال ان هو متفهم الانفعالات دي بتحصل اوكي، ودي امور هنحلها داخل اوضه اللبس.